السبع، السبع اللي كيخلع، السبع اللي مطلوب، السبع اللي باغينو الأندية، الأسد المغربي اللي هو صراحة أنا كنقول ليه سير الله يسهل عليك والله يعطيك طريق كاملة تكون زوينة، اللي هو رحيمي، رحيمي يا خويا راه بزاف، راه لعاب خاصو يكون في برشلونة ولا في ريال مدريد ولا في الدوري الإنجليزي يا معلم، رحيمي راه بزاف أصح، راه شي أهداف، شي بيوتا، شي حاجة، رحيمي خاصو يلعب رسمي، رجليك الله يرحم لك الوالدين، شو الدريش داير في الإمارات، وتشرى البيوتا مشقلبين، وتشرى دا جوائز في عام واحد، مدامش كريستيان في عام واحد. ومعلم افهم كريستيانو واعر عليه بألف درجه ما غنقارنوش، ولكن راه في عام واحد هادشي وفوق هادشي مغربي وتزاد في المغرب وترينا في المغرب وباش تخرج من المغرب وتولي في العالميه، واسمح ليا راه ماشي اخو ما يلعب تكون في المدرسه ديال برشلونه، هذا راه في المغرب معلم، الحساده الحقاده اللي ما يبغوكش تنجح اعداء النجاح، صحابها راه دور معايا عشان ندوز داك الجروب كذا جروب كذا، والله يرحم الوالدين، احنا عارفين شنو كاين، خليونا ساكتين، تخلويض راه كاين، الغش راه كاين، ولكن باش انت تخرج من وسط الغش جميع العقبات وتجاوزها وتوصل لهذا النيفو، اسمح لي موهبه، تزادي شي بالموهبه ديالك، هذه كتسمى ذا جيفت، الهديه عطاها لك الله، انت خصك تكون ميسي ديال المغرب. علاش كنقول لك انا رحيمي عزيز عليا؟ لانه تكون في المغرب معلم، ما نبقاش نعاود نفس الهضره. مهم حاليا راه بغاتو النصر السعودي وراه عطاش فيه واحد المبلغ كبير تبارك الله، ولكن كنتمناو تزيد، العين الاماراتي ما باغاش تطلقوا، ولكن النصر الا بغات تزيد شويه تعطيه، ولكن انا كنتمنى الا جاك شي عرض في اوروبا سير اخويا للدوري الفرنسي وللدوري الاسباني وللدوري الانجليزي، الا جاوك شي عروض هنايا سير يا معلم، واحسن فريق بغيتو لك تبدا به هو باريس سان جيرمان بجوار حكيمي، لان ان شاء الله حكيمي كيتسنى يدوز العام باش يلتحق الصديق ديالو كيليان بابي، صراحة عشان حكيمي رحيمي اسمحوا لي بجوج أبطال رحيمي ود البلاد، بدا من الدس هاتي هو راه فقير دريويش، يعني بلا ما نبقاو نهضروا على الوالد ديالو الله يحفظه ليه، المهم سير الله يسخر لك سيداتي سادة.